إذا كان الله ده السؤال بيقول في حسقيال كل إنسان يحمل خطيته فكيف يصلب هو عن ناس تانيين؟ في فرق بين الخطية أنا جاوبت السؤال ده لكن هجاوبه تاني يا حبيبي. في فرق بين الخطية والخطايا. في فرق بين الخطية والخطايا. الخطية هي المصنع. والخطايا هي المنتج احنا لم نرث خطايا ادم وحواء لكن ورثنا خطيه ادم وحواء ايه هي الخطيه الانا الايجو سنترزم الانا المتمركزه لما سقط ادم وحواء الانا تملكت عليهم هم كانوا عايشين بالانا بتاعت مين انا الله عشان كده لما جه يطردهم قال هوذا الانسان قد صار كواحد منا يعني خرج منا خرج من الثالوث الاقدس وبقى منفصل فالخطيه الانفصال عن الله والاهتمام بالذات يعني انا لا الله لما جه المسيح يسوع لما صلى في يوحنا 17 قال له ايها الاب الذين أعطيتني أريد أن يكونوا واحد فينا يعني ربنا في تكوين يقول إنسان واحد منا فينا فلما أدخل في الله ألغي ذاتي وأقول أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا يعني أحيا بالذات الإلهية كلمة الذات الإلهية يعني بعقل الله طب عقل الله هي الكتاب المقدس الوصية أنا في كتاب اسم كتاب الذاتي فإحنا ورثنا من أدم الخطية. الطفل بيتولد من بطن أمه أول كلمة ينطقها أنا. وأول تصرف يتصرفه هو الأنا. يعني هات طفل مولود ليه خمس شهور بس ولا ثلاث شهور وأمه تشيل طفل تاني يعيط ويخرب الدنيا، ليه أصل دي أم أنا؟ هات طفل بيلعب بلعبة وبعدين يركنها جنب الحيط، تقول له خذ العب باللعبة دي يقول لا مش عايز. يجي طفل تاني يمسك اللعبه يخرب الدنيا ده اول كلمه بينطقها الطفل كلمه انا من حبيبك انا من حبيبي انا فكلمه انا هي دي الذات احنا ورثنا الانا انت مولود من بطن امك وارث من ادم الانا وكلمه الانا يعني معناها المثل البعيد يقول لك ما حكلك الا ضفرك يعني ما حدش ينفعك انت غير نفسك يعني نفس اللي هتنفعني والنفس مش هتنفع عشان كده أول حاجة ربنا اشترطها علينا عشان نؤمن بالمسيح إنك تنكر ذاتك تنكر الأنا وتتبعه تعيش بالأنا بتاعته بالأنا بتاعة الله فلما تيجي تقول في حسقيال اليهود فيهم الفهم الخاطئ إن إحنا ورثنا من آدم الخطايا لا الخطية عشان كده قال لهم كل واحد في حسقيال يخطئ يحاسب على خطيته. يحاسب على خطيته. لكن الخطيه لها حساب. الطفل الصغير هسألك سؤال. الطفل الصغير اللي سنه سنتين ويموت هل ده مات من أجل خطاياه؟ ده ما أخطأش. لسه ما عرفش الخطية. أمال مات ليه؟ لأنه مولود بالخطية. اتولد من بطن امه ومن صلب ادم عشان يقول كما في ادم يموت الجميع. لكن في المسيح يسوع سيحيا الجميع كل واحد في رتبته. فالخطايا كل واحد مسؤول عن خطاياه، عشان كده هنقف ويجازي كل واحد فواحد بحسب اعماله. لكن الخطيه اللي جه المسيح يسوع يموت عنها اللي هي الانا. ولما يموت نعمل ايه؟ نتولد ولاده تانية اصل الولاده الاولى اتولدتها من ادم وفيها وراثه ما دام في ابوه وامومه يبقى وراثه يبقى انا ما دام اتولدت من ادم انا دلوقتي وارث الموت طب وانا ذنب ايه؟ راح عمل لنا ولاده تانية ودي تدخلها بحريتك وتؤمن فيها بحريتك وهنا تبقى انت اتولدت الولاده التانية اللي هي في المسيح سيحيا الجميع لكن كل واحد في رتبته